طيب، تمام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي ما احنا قلنا، الفرق ما بين التغيير الفيزيائي والتغيير الكيميائي، زي ما هو الراجل جايب لك رسمة هنا. ساعات الرسمة على فكرة بتوضح، يعني ساعات الرسمة بتتكلم. فملاحظين هنا، لو انا مثلا بحول المادة من شكل لآخر مع نفس المكونات، يبقى ده اسمه فيزيكال تشينج. التغير الفيزيائي هو اللي حول لي CO2 صلب الى CO2 غاز. الله، طب ما هو CO2 يا دكتور، و CO2 هي نفس المكونات، ولكن الشكل فقط يتغير. ده اسمه تغيير فيزيائي. السوليد او الدراي ايس، الدراي ايس ده بيسموه التلج الجاف، اللي هو عبارة عن ثاني اكسيد الكربون الصلب. ده لو احنا سخناه يتحول الى غاز مباشرة. هل هو اتغير؟ لا، CO2 برضه. زي المية، هل المية اتغيرت؟ يعني لما احنا طلعناها من الفريزر وتحولت من صلب لسائل، هي لا، مية برضه. المكونات هي chemical composition unchanged، يعني لم يتغير. unaltered يعني لم يتغير. ده يسموه physical change. انما الكيمياء، شوف نار بقى، لا تكسير بقى يا دكتور، لا لا، ده عامل زي البروبان او الغاز الطبيعي اللي احنا بنستخدمه في البوتاجاز. لو اتسخن واتحرق واكسجين، يتحول لثاني اكسيد كربون وميه، مواد تانية خالص. الميه، لا ده بص، اتغيرت يا دكتور، المواد نفسها اتغيرت. الكيميكال كومبوزيشن altered، يعني المكونات الكيميائية تم تغييرها. خلاص، يبقى ده تغيير كيميائي. زي بنزين العربية، ما اقدرش استخدمه تاني، خلاص استخدامه بتحول لعادم، افول العربية من جديد بقى. ده تغيير كيميائي. يبقى عندما تتحول المادة إلى مواد أخرى بفعل فاعل، بفعلك أنت، أنت اللي عملتها، يبقى اسمه كيميكال تشينج. لو اتحولت من حالة لأخرى مع نفس المكونات زي المية بالظبط، يبقى ده اسمه physical change. فالرسمة دي ظريفة، بتعرفك ايه الفرق ما بين الphysical change، انه يحافظ على مكونات المادة وفقط يحدث تغيير في الشكل، انما الchemical change بيغير شكله ويغير كمان مكونات، غير كل حاجة، كسر، حرق. عشان كده دايما الحاجات اللي فيها كيمياء بيكون صعبة شوية. من الصفات الفيزيائية، صفة بقى بروبرتس، الصفات دي يا دكتور يعني من غير ما انا اعمل حاجة، هي صفة في المادة. هي اني كاركترستيك، يعني اي خصائص من الخصائص او اي صفة من الصفات اللي هي تقاس، ولكن بدون تغيير في الكيميكال ايدنتيتي او كومبوزيشن، يعني بدون تغيير في المكونات الكيميائيه، بدون حدوث تفاعل كيميائي. Without any chemical reaction. في صفات للمواد، يعني انت لما بتشتري اي ماده سائل، شركات الكيمياء بتكتب لك المواصفات. ده حتى الادويه يا دكتور اكتبوا عليها، يقول لك يحفظ في درجة حرارة كذا. المفروض انت بقى، الناس اللي متعلمة وفهمت بقى كيمياء، قبل ما اشتري الدواء، قبل ما اسيب الصيدلية، اقول للراجل هو الدواء ده بحفظه ازاي. في بعض المضادات الحيوية، لو انت سبتها، لو بالذات اللي هي الليكويد دي، اللي هي الشراب دي، لو انت سبته بره يتغير لونه، ترجع في الاخر تقول المضاد الحيوي ما عملش حاجه، لانه فسد، عنده صفه كيميائيه، اتغير لمواد اخرى، اتغير لونه، اتغير طعمه، اتغير مكوناته. فلازم تبقى عارف ايه الصفات بتاعت الماده. في صفات فيزيائيه، يعني الحمد لله، يعني بتغير شكل انما مكونات دون تغيير. زي الصفات ايه؟ اللون، الريحه، الكالر، الاودر، التيست، الدينستي، دي كلها صفات ميلتنج بوينت، درجه الانصهار. انت دلوقتي الميه بتغلي عند 100 درجه،
فوق ال 100 درجة هي بخار، تحت ال 100 درجة هي سائل، تقعد تلعب بقى بدرجة الحرارة وتغير شكلها زي ما انت عايز. المية ما بتتغيرش كمكونات. فالميلتنج بوينت والبويلنج بوينت دي من الصفات الفيزيائية، فيزيكال بروبرتس. الفيسكوستي اللزوجة، تمبريتشر، درجة الحرارة، الهاردنس، دي كلها صفات ميتاليك لاستر، يعني البريق اللمعان، اللمعان بتاع زي الفضة كده والذهب. الميليبيليتي والدكتيليتي اللي هي التشكيل، قابلية الطرق والسحب، اللي هي أعمل أسلاك، أعمل زي الألومنيوم فويل رقائق كده، تشكيل يعني. فدي كلها صفات كتيرة يا دكتور. يجي فيها من الامتحان يجي يقول لك الكثافة الدنسي، هل دي من الصفات الفيزيائية ولا من الكيميائية؟ يبقى عشان تبقى عارف الصفات دي أفضل. في ناس بقول لهم كده يعني بقى الصفات الفيزيائية كتير، طب ما تحفظ الكيميائية، احفظ السبعة دول. لو انت حفظت السبعة دول، لو حاجة جات لك غيرهم يبقى أكيد هي من الصفات الفيزيائية. واللي هيسهل لك حفظ السبعة دول إن كلهم فيهم حرارة وحرق وتغيير وحاجات قوية. التغيير الكيميائي أو الصفة الكيميائية يحدث فيها تغيير قوي، كيميكال تشينج، كيميكال رياكشن. هنا كيميكال رياكشن. الصفة الكيميائية هي صفة للمادة تحدث من تلقاء نفسها زي مادة وتولع لوحدها كده. only by changing substance chemical identity، يعني بتغيير صفات المادة ومكونات المادة والكومبوزيشن بتاعها، أي إن يحصل إيه؟ تفاعل كيميائي. إيه الصفات الكيميائية المشهورة؟ الرياكتيفيتي مع اذر كيميكالز. فاكرين لما قلت لكم ايه؟ مخزن ولع لوحده. هو ايه اللي حصل يا دكتور؟ الناس قالت لك بس يبقى اكيد اللي حط الكيماويات جنب بعض، كانت قريبه لبعض، اتفعلت مع بعضها طول الليل، حصل الانفجار. وحصل الانفجار وجنبه في كحولات وفي مش عارف، يا خبر ابيض الدنيا بقى. كلهم بقى اشتغلوا، كل تفاعلات كيميائية بقى. فطبعا دي ده ممكن كمان تيجي تطفيها بمية تولع أكتر، ما ممكن يكون في صوديوم. عشان كده برضو ممكن الموضوع يزيد أكتر، عشان كده برضو اللي بيتعامل مع الكيمياء لازم يبقى فاهم يتعامل إزاي. الأسيديتي والبيزيستي، في بعض المواد الكيميائية يقولوا عليها حامضية أو قاعدية، دي برضو من الصفات الكيميائية. الحليب لو سبته بره الفريق التلاجة فترة طويلة يفسد. يقول لك بقى حامضي، اتغير خلاص. هل نقدر، معلش يا عم، رجع الحليب تاني في التلاجة ويرجع طبيعي؟ لا، مش هيرجع خلاص. خلاص ده تغيير كيميائي، دي صفة كيميائية فيه، هو بيفسد لوحده من غير ما انت، وانت اللي قلت له افسد، هو اللي فسد لوحده. دي صفة ايه؟ كيميائية. يقول لك الحليب لازم يتحط في الثلاجه، احنا خلاص حافظين. فليمبيليتي، قابليه الاشتعال، الشعله اللي انتوا بتلاقوها مرسومه على السبراي. خلي بالك اوعى تقرب السبراي للنار لا ينفجر. هو لوحده، ايوه هو لوحده، من غير اي حاجه، من غير اي حاجه، هو لوحده قابل للاشتعال، قابل للاشتعال. فكلمه قابل دي يعني اتسلف نفسه، هو يولع لوحده. كيميكال ستابيليتي، الثبات الكيميائي. الدواء لازم يتحط في الثلاجه، طب لو سبته بره بيتغير لونه، اعرف انه فسد، اياك تديه لحد. انصح بقى اللي حواليك، قول لهم يا جماعه خلي بالكم، بالذات ادويه الاطفال، ادويه الاطفال زي المضاد الحيوي. ملاحظين ان المضاد الحيوي، ملاحظين ان المضاد الحيوي، الراجل في الصيدليه بيديه لنا بودره كده، باودر كده، وانت اللي تحط عليه الميه. حد خد باله من الحكايه دي؟ طب ليه الراجل بيدي لك المضاد الحيوي صلب وانت تحط عليه الميه؟ لانه بيفسد مع الوقت، لازم يتحضر، لازم يكون ايه؟ لا مش الفوار، المضاد الحيوي. اللي في بعض المضادات الحيويه، المضادات الحيوية هو بيديها لك بودرة كده جوه الإزازة ويقول لك اشتري المية، وانت حط المية لحد مستوى وقلب وانت حضره. طول ما هو صلب من غير ما اضاف عليه مية هو مش هيخرب يا مجدي، هو هيفضل كويس.
فيتامين سي طول ما هو بعيد عن الميه هيبقى كويس، بس لو حطيت له الميه استخدمه على طول بقى. عشان كده يا دكتور لما الراجل بيقول لي حط على الفوار ميه وما تسيبوش يشربه على طول بعدها، ايوه عشان ما يخرب، عشان ما يتغير. المضاد الحيوي لو فسد خلاص ده بقى سام، سام، مادة سامة، مادة مضرة للجسم، مش سامة تموت يعني خالص، بس هتبقى ليها أضرار على الجسم. يبقى لازم، لا لازم تاخد بالك من الحكاية دي. تيجي أمهاتنا وأخواتنا يجي يقول لك يا دكتور، والله يا دكتور أنا استخدمت المضاد الحيوي للطفل وخلصت إزازتين وما تعالج الطفل الله، طب ما يبقى في حاجة غلط. تيجي تدور تعرف لا ده اتاريها كانت بتعمل المضاد الحيوي وتخلطه وتسيبه بره، فمع بره دي كان بيبقى لونه الاول ابيض كده في الميه، بعد شويه بقى لونه ايوه مفعوله، يا ريت يبقى مفعوله بس يا مجدي هو اللي باظ، ده ممكن يتحول لمواد ضاره، تلاقي لونه يصفر، لونه يبقى برتقاني، وهي عماله تدي للعيل ما بيخفش. طب ما هو لازم ما يخف، ده ربنا يستر. فلازم ناخد بالنا من الحاجات الصغيرة ديت، ونحاول ان احنا نوعي اللي حوالينا. دي الكيميكال استابيليتي اللي هو الثبات الكيميائي. توكسيستي سموم اهو، مواد اخرى، ما ممكن المواد الاخرى دي تبقى مواد سامة. هيت اوف كومباشن، حرارة الايه؟ الاحتراق. الاوكسيديشن ستيت دي حالات التأكسد، في بعض المواد بيحصل لها تأكسد زي الصدى بتاع الحديد، ده تأكسد انها تتفاعل مع الاكسجين، عشان كده بيعملوا طلاء ويبعدوا الاكسجين عنه ويبعدوا الميه عنه. اخر حاجه عندنا النهارده او هختم بيها الجزء بتاع الشابتر اللي هو الدرس الثاني، شويه تعريفات بسيطه، شويه تعريفات. يعني ايه انرجي؟ انرجي دي من الفيزيكس بقى. الانرجي هي الابيليتي تو دو ورك. الراجل ده هيعرف يزق ولا لا؟ واكل كويس هيعرف يزق ولا لا؟ الانرجي هي الابيليتي تو دو ورك، قدره بذل شغل. دلوقتي انا مثلا انتوا طبعا احنا خلاص بندرس اونلاين، فمحدش يمكن الناس تقابل بعض في بره وما تبقاش عارفه ان هو ده الشخص اللي بيدرس معاه. او طب انا هتخيل ان انا مثلا ماشي بالسياره مثلا والسياره عطلت، وهل هقدر احركها؟ احتاج مساعده ناس، ما عنديش الانرجي، ما عنديش الابيليتي ان انا ازقها، فحد تاني بيساعدني. طب هل هيقدر يساعدني على طول؟ يعني هل مثلا لو سيارة واحد عينيا ساعدك، طب هتمشي بيه شويه تقول له اركنها يا عم بقى على جنب خلاص بقى، هو انا هوديك ينبع ولا ايه؟ خلاص نشوف لك حل. مش قادر، مش قادر. دي هي الانرجي تو دو او الايه، الابيليتي تو دو ورك. الورك هو قوه في مسافه، عشان كده سماه فورس ثرو ديستانس، يعني قوة لمسافة. فدي تعتبر من الايه، الطاقة اللي احنا بنعرفها. طبعا هنا دي برضو في عندنا قانون اسمه قانون بقاء الطاقة. ايوه الطاقة ثابتة في الكون تتغير من شكل لآخر، هو ده انا تعريفها، ان الانرجي كان نايزر بي كرييتد نور ديسترويد، يعني الطاقة لا يمكن ان تستحدث او تفنى. ينفع التكييف يشتغل من غير كهرباء؟ لا، ده اسمه قانون حفظ الطاقة. برافو يا بدر. Law of conservation of energy. ينفع العربية تمشي من غير بنزين؟ لا، لازم طاقة كيميائية، والطاقة الكيميائية تتحول لطاقة حركية. اديها يا عم بنزين عشان البنزين يتحرق يحصل كيمياء، يدينا طاقة، الطاقة دي تتحول لطاقة حركة تقوم العربية تجري. كل حاجة ليها ثمن، كل حاجة ليها ثمن. ادي طاقة تتحول لطاقة أخرى، وكأن العربية دي وسيلة لتحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة حركية عن طريق الكهرباء، التكييف، كل الحاجات كده. شركة الكهرباء لو قفلت عليك الكهرباء شكرا كده، مش هتعرف تستخدم تحول الطاقة الكهربية لكل أنواع الطاقات اللي موجودة عندك في البيت، الدنيا كلها وقفت، لأنك معتمد على الطاقة الكهربية. كلام جميل. فدي سموها law of conservation of energy، يعني قانون بقاء الطاقة. الطاقة لا تستحدث، يعني ما ينفعش أجيب طاقة كده من الهواء، ما ينفعش العربية تجري كده لوحدها من غير بنزين، ما ينفعش، لازم تديها
طاقة، شكل للطاقة وتتحول لشكل آخر، أو but only changes from one form to another، يعني فقط تتحول من شكل إلى آخر. عندنا نوعين من الطاقة، طاقة سكون بيسموها potential energy حسب البوزيشن، يعني طول ما الشخص واقف عنده طاقة سكون، عنده طاقة وضع، عنده طاقة في مكان ثابت، دي بيسموها potential energy PE. البوتنشال انرجي دي طاقة مختزنة جوه الجسم، ستورد انرجي. يعني لو واحد، عارفين الراجل اللي بيتزحلق على الجليد ده، ها ينفع واحد يتزحلق على الجليد يتزحلق لفوق، ولا بيطلع فوق الأول وبعدين ينزل؟ ايه صح ولا لا؟ هو ليه الراجل، ولا وتلاقيه عينيه ايه في البداية عمال يطلع الجبل وينهج، عمال ايه اصله بيحول من طاقته لحد ما يطلع فوق، بيحولها لطاقه بوتنشال انرجي او طاقه سكون او طاقه وضع فوق عاليه جدا، وكل لما هو فوق نزلته هتبقى اقوى، صح ولا لا؟ اقولها بطريق تاني، لو انا عايز اخلص من واحد يتحدف من الدور الاول ولا من الدور العاشر؟ يا ساتر يا رب، العاشر ده يبقى ما اكيد خبطته هتبقى خلصت، مش هيبقى فيه امل زي ما بيقول. ليه؟ لانك طلعته العاشر، فالعاشر طاقه الوضع كبيره قوي، طاقه السكون عاليه جدا، الطاقه اللي فيه عاليه جدا، فلما تتحول طاقه السكون لطاقه حركه هيبقى ايه، هيبقى طاقه حركه قويه جدا. الفرق ما بين الطاقة والشغل، الشغل أحد صور الطاقة، ها أحد صور الطاقة دي، لما تبذل قوة في مسافة، لما تبذل شيء، عشان كده حسميناها ability to do work. فأحد صور الطاقة هي الشغل. طب الطاقات، لا ده في طاقات أنواع كتير جدا، في منها طاقة السكون زي ما احنا بنقول، أول ما تلاقي كلمة potential دي شغل، هو قدرة على إيه؟ الطاقة هي القدرة، الطاقة هي القدرة على بذل شغل. تعكستها ولا ايه؟ الانرجي هي الابيليتي تو دو ورك، تعرفها بالظبط كده تحفظه، الابيليتي تو دو ورك يعني قدرة بذل شغل. طاقة الفرق ما بين طاقة السكون وطاقة الحركة ان دي فيها بوزيشن، يعني فيها ثبات، فيها موقع، فيها مكان، فيها مكان. انما الكاينتيك انرجي لا، فيها موشن بقى. ايوه، كلمه السر في بوتنشال بوزيشن، مكان، وكلمه السر في كاينتيك حركه هي الموشن. الحاجات لما بتتحرك يبقى هي دي اللي فيها طاقه حركه قويه جدا. عندنا الطاقه بتتغير بقى، ممكن من طاقه سكون لطاقه حركه، البوتنشال لكاينتيك او كاينتيك لبوتنشال. الطاقات دي موجودة جوه الجزيئات، وموجودة، يا سبحان الله، موجودة جوه، أيوه موجودة ما بين الجزيئات وبعضها، وبيخبطوا في بعض ويعملوا حركة، الحركة دي هي طاقات موجودة مختزنة. مين اللي عايز، حد شاطر كده يقول لي، الحالة الصلبة ولا الحالة الغازية اللي فيها كاينتيك انرجي أعلى؟ الحالة الصلبة ولا الحالة الغازية اللي فيها كاينتيك انرجي اعلى؟ الغازيه. لا، صلبه. مين هي الصلبه؟ هتتحرك؟ لا، الصلبه مش هتتحرك يا زايد، لا لا، الصلبه ما بتتحركش، الغاز هو اللي بيتحرك. مش تعرفوا انا قصدت بالسؤال ده ليه؟ ما احنا قلنا كلمه السر في كاينتيك هي موشن، اللي فيها حركه اكبر، فعشان كده المواد الصلبه بيبقى عندها lowest kinetic energy، اقل طاقه حركه، بينما الغاز بيبقى عنده اعلى kinetic energy. ينفع تجيب غاز في اسطوانه سبراي وتروح مسخنه ينفجر، صح يا رامي؟ صح، الصلبه لا يوجد فيها حركه. الغاز ليه انفجر يا دكتور؟ هو عنده طاقه حركه، تقوم انت مسخنه بيقول لي as we increase the temperature of substance ال kinetic energy كمان هتزيد. يا دكتور، عشان كده لو سخنا غاز جوه اسطوانه ينفجر؟ اي، ما خلاص بقى هيقدر على الوولز ويروح،
على الجدران ويروح مفجر الوعاء ده ولا مفجر الإزازة دي. عشان كده ما ينفعش تقرب أي مادة غاز للنار، ما ينفعش زي ما قلنا إنك إيه؟ إنك تحط مادة إسبراي جوه في المطبخ تخزنها. كلام جميل؟ هوقف كده، كده إحنا خلصنا الدرس الثاني من الشابتر الأول، كده يتبقى لنا درس واحد. تمتلك أقل إيه؟ الصلب يمتلك طاقة حركة. آه طبعًا مفيش طاقة حركة تقريبًا. ما يتحركش، ما احنا قلنا ان الصلب ايه؟ الجزيئات متراصه ومتلاصقه ولا تسمح بالحركه ولا تسمح بالضغط. انما الحاله الغازيه هي ايه؟ اللي عندها طاقه حركه ايه؟ اكبر، عشان في فراغات اكبر تسمح بالحركه. ايوه خدت بالك؟ فاذا كنا بنقول ان طاقه الحركه اكبر حاجه في الغاز، هنقول طاقه البوتنشال اللي هي طاقه السكون هتبقى اكبر حاجه في الصلب. هم عكس بعض يعني. اوكي يا جماعة، حد عنده استفسار تاني؟ تمام الحال. شوفوا احنا ايه خدنا ايه الدنيا كده ايه بالراحة اهو. ادي كده خدنا اول درسين في الشابتر الاولاني. بإذن الله الشابتر الدرس الفاضل على نهاية الاسبوع اللي هو يوم الخميس هيكون الدرس الاخير من الشابتر الاولاني. بتقول الكلام ده ليه يا دكتور؟ بقوله عشان نبقى واعيين من دلوقتي ان العداد بيعد بقى، ان دروس بتتاخد، ان اختبار بالكتير شهر ولا حاجه ونمتحنه. فيا ريت المحاضره، انا ببعت لكم رابط التسجيل، حاول حاول ان انت في اي وقت فاضي كده والدنيا رايقه معاك اسمع المحاضره مره في التانيه اكتر من مره، هتحفظ الكلام كده يا جماعه. يلا خير إن شاء الله، بالتوفيق بإذن الله يا شباب. الله يعطيكم العافية. تمام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.